هذا شيء واحد من أندر كروت الشاشة على الإطلاق، لأنه عبارة عن كارتين مربوطين مع بعض، يحتوي في الداخل على 2 جي بي يو مع 2 هيتسينك. كارت حرارته خيالية، ممكن أن تصل إلى 100 درجة مئوية. صرف طاقة مجنون، ممكن أن يصل إلى أعتاب 400 واط. ومع ذلك كل شيء في هذا الكارت يصرخ بالفخامة والعظمة. لاحظوا شكله جيدا، من أول نظرة تعرف أنه كارت فلاكشيب حقيقي. أطلقت AMD هذا الصرح في سنة 2011، كان أقوى كارت شاشة في العالم وقتها. اشتريته لأضيفه إلى مجموعة النادرة من كروت الشاشة. أعتقد أن الكثير منكم يعرف أني مدمن تجميع كروت، خصوصا النادرة منها. في هذا المقطع سنكتشف قصة هذا الكارت، أكيد سنقوم بتفكيكه وتنظيفه، أيضا سأجرب الكارت مع مجموعة من الألعاب القديمة والحديثة. لكن قبل ذلك عندي طلب صغير منكم، ياريت تشاهد المقطع للآخر بدون سكيب، هذا الأمر ينشر الفيديو بطريقة مجنونة. أكيد لا تنسى اللايك والاشتراك. وصلني الكارت بهذا الشكل، لاحظوا شكله جيدا، فخم صراحة، خصوصا الخطوط الحمراء، وطبعا النسخة اللي معنا من MSI، هذا شعار الافتر بورنر. الجهة المقابلة لدينا ترقيم 6990، في الخلف لدينا باك بليت معدنية. أبعاد الكارت 4×10×30 سنتيمتر، وزن ثقيل جدا، أيضا الكارت ضخم بمقاييس ذلك الوقت. اشتريته بسعر رخيص جدا، حوالي 29 دولار، وجدته معروض على ماركت بليس محليا. تقريبا وجدت نسخة واحدة فقط مثل هذه على إيباي، وكانت تكلف في حدود 250 دولار. لذلك إضافة كارت مثل هذا إلى مجموعتي يعتبر أمر ممتاز جدا بالنسبة لي. صدر هذا الشيء في سنة 2011، أقوى كارت شاشة عند AMD وقتها بسعر 700 دولار. كان يعتبر منافس مباشر لفلاكشيب إنفيديا GTX 590. كارت إنفيديا كان أقوى بحوالي 4%، لكن كارت AMD كان لديه عمر افتراضي أكثر، لأنه كان مدعوم لفترة أطول، وأيضا كان فيه حجم ذاكرة أكثر. وهذه نظرة على مواصفاته، مبني على معمارية تيرا سكيل الثانية، دقة تصنيع 40 نانو متر. سرعة أساسية 830 ميجا هرتز، حجم ذاكرة 4 جيجا GDDR5 كما قلت قبل قليل. كما هو واضح أمامكم كل مواصفات الكارت X2 تقريبا، لأنه عبارة عن كارتين 6970 مربوطين مع بعض بتقنية اسمها Crossfire، تشبه إلى حد كبير SLI من إنفيديا. ولكي نكتشف هذه المعالجات أكثر أكيد نحتاج إلى فتح البطاقة. باك بليت معدنية على نهج كروت الفلاكشيب تساعد على تشتيت الحرارة، خصوصا أن فيها وسادات حرارية. وأكيد أن الباك بليت مهم جدا، لأنه يحمي ظهر البطاقة من أي تماس كهربائي عن طريق الخطأ. كما هو ظاهر أمامكم لدينا قطعتين براكت، دائما نجد هذه القطعة فوق المعالج مباشرة، وهي المسؤولة عن ربطه بالهيتسينك. تسمى أيضا GPU Retention، بما أن لدينا 2 GPU طبيعي أن لدينا قطعتين. هذا شكل الكارت من الداخل، سنعود للهيتسينك والمراوح بعد قليل. من أول نظرة نلاحظ أن لدينا شريحتين HD 6970، كل شريحة منهم تحتوي على 2 جيجا بايت في رام، في المجموع لدينا 4 جيجا. الأمر السلبي، لن نستطيع استغلال 4 جيجا بشكل كامل في الكارتين إلا في سيناريوهات قليلة، لكن سأجرب ألعاب تدعم هذه التقنية. نظام توصيل الطاقة يأتي في المنتصف يغذي كلا المعالجين. بالمناسبة صرف الطاقة في هذا الكارت جنوني جدا، يصل إلى 400 واط في بعض السيناريوهات، لذلك لا يمكن أبدا تشغيل هذا الكارت على جهاز اقتصادي، من الأفضل استخدام باور بقدرة 800 واط أو أكثر. طلبت الإمدادات من أقوى باور عندي حاليا، دارك باور 13 تيتانيوم بقدرة 1000 واط. هذا الباور غالي نوعا ما، يكلف حوالي 250 دولار، وبالمناسبة هو أحد قطع تجميعتي الجديدة، سأنزل مقطع عنها قريبا. المهم بالعودة إلى البطاقة، المقصود أن هذا الكارت مش اقتصادي أبدا، رغم أنه كارت ضعيف حاليا. أما التبريد صراحة مثير للاهتمام جدا، مبدئيا أو من المستحيل صعب تبريد هذا الشيء، صرف طاقة مبالغ فيه مع هيت سينك ضعيف نوعا ما، أيضا مروحة متواضعة جدا من طراز بلاور ستايل اللي معروف أنها من بين أسوأ المراوح، لكن سرعة هذه المروحة عالية بشكل مبالغ فيه، تصل إلى أكثر من 4000 RPM بسهولة. هذا الأمر يسبب ضجيج لا يحتمل أبدا، وهذه تجربة لصوت المراوح. أما الآن هذه نظرة على الهيتسينك، كما هو ظاهر أمامكم مقسم إلى جزئين، حجمها صغير غير كافية أبدا للتعامل مع هذا الضغط، لكن على الأقل تحتوي على قاعدة نحاسية، أيضا 4 أنابيب حرارية أو هيت بايب في الأطراف.
الشيء الجيد اللي لاحظته أنهم متصلين مع القاعدة السفلية، لا يمكن نزعهم أبدا. هذا الأمر يساعد في التبريد أكثر، خصوصا أن القاعدة معدنية. وضعت الكارت في الجهاز وكما توقعت تماما تحقق أسوأ مخاوفي، وهي مشكلة الدرايفرات. بالرغم من أني ثبت تعريف من الموقع الرسمي، إلا أن الأمر لم ينجح أبدا. بعد ذلك اضطريت إلى تثبيت تعريف يدويا، بحثت على نسخة قديمة من النت. رغم أن الموضوع كان صعب قليلا، إلا أنه نجح في النهاية. وكالعادة جربت اختبار الحرارة. أعرف مسبقا أن الحرارة خيالية في هذا الكارت، لكن لم أتوقع أبدا أن تتجاوز 100 درجة. فعلا وصلت الحرارة إلى 103 درجة، رقم خيالي صراحة، لكن وصلت إلى أكثر من هذا الرقم بكثير. وصلت الحرارة معي في مرة من المرات في هذا الكارت تحديدا إلى 117 درجة مئوية. بالعودة إلى الكارت، صراحة الوضع خطير جدا، أكثر من 100 درجة رقم عالي، حتى صوت المراوح كان مرتفع بشكل لا يصدق. لدرجة أن الوالدة أتت مسرعة إلى الغرفة لمعرفة سبب الضجيج. صراحة لم أخاطر بالكارت أكثر وأنهيت الاختبار. أما الآن خلونا مع الأهم أو التجارب. لم أجرب ألعاب كثيرة، لكن كل الألعاب اللي جربتها كانت مختارة بعناية. CSGO 1080p low sitting أو أقل إعدادات. حقق الكارت حوالي 60 إطار، رقم جيد بالنسبة لعمر الكارت، لكن كانت هناك انخفاضات كثيرة أو دروبات، ولم تكن تجربة سلسة أبدا، خصوصا في وقت الاشتباكات العنيفة كانت تنخفض إلى 30ات. صراحة كنت أتوقع أداء أقوى من البطاقة، خصوصا في لعبة إيسبورت، رغم أنه كارت قديم جدا. لكن لا أستطيع لوم الكارت كثيرا، لأن اللعبة تستغل قدرة GPU واحد فقط، أي أن الكارت يعمل فقط ب50% من قوته. لذلك سأجرب ألعاب أخرى تستفيد من كلا الكارتين أو 2 GPU. Grand 5 تعتبر واحدة من هذه الألعاب التي تستغل كلا المعالجين. جربتها على 1080p High Sitting، صراحة النتائج كانت لا تصدق، حوالي 100 إطار في بعض الأماكن، لكن أكيد كانت تنخفض كثيرا في مناطق أخرى. للأمانة رغم أن اللعبة قديمة ومن عمر الكارت تقريبا، لكن تحقيق 100 إطار على هاي سيتينج أمر مش سهل أبدا، خصوصا أن الكارت عمره 13 سنة. بإمكاني الآن إعطاء تحية عسكرية للكارت رغم صرف الطاقة المبالغ فيه جدا. أجمل شيء في كل هذه القصة هو استخدام الكارتين مع بعض. لاحظوا القراءات، كلاهما يعملان بقدرة 100%، وحتى الفيرام تخطت حاجز 2 جيجا، أي أن الأوتومايزيشن في اللعبة استطاع استغلال قوة الكارت الكاملة. صراحة راحة نفسية وشيء عظمة كما يقول أهلنا في مصر. كرايسيس الإصدار الثالث، أكثر لعبة متطلبة في زمانها. أذكر جيدا كيف كان من المستحيل تشغيل هذه اللعبة على أقصى إعدادات. تم إطلاقها قبل حوالي 10 سنوات. في وقتها كان أحد أصدقائي يمتلك كارت خيالي GTX 770، بالكاد استطاع تشغيلها على 30 إطار. الجيد فيها أنها تدعم الكروس فاير أو كلا GPU حتى على 1080p High Sitting. حققنا إطارات جيدة ومقبولة، لكن بالله عليكم لاحظوا الجرافيك، لا أصدق أبدا أن هذه اللعبة عمرها 10 سنوات. ويتشر 3 لعبة قديمة ومن عمر البطاقة، ورغم ذلك أداء ضعيف نوعا ما، 30 إطار على 1080p low sitting. لكي أكون صريح توقعت أداء أقوى. السبب في ذلك يعود إلى أن اللعبة لا تستغل 2 GPU الموجودين في البطاقة. مترو إكسيدوس قبل فترة قصيرة كانت أكثر لعبة متطلبة على الإطلاق، رغم أنها تستغل GPU واحد فقط، إلا أن الإطارات كانت لا تصدق في بعض المرات، تتخطى 50 إطار، لكن الدروبات كانت لا تحتمل أبدا، مرات كانت الإطارات تنخفض كثيرا. إذا وصلت إلى هذه النقطة من الفيديو وكنت مهتم بعرض كروت نادرة أخرى، علق باسم مدينتك لكي أعرف أنك صديق وفي للقناة، وأيضا لكي أتعرف عليكم أكثر، وأكيد سأرد على كل التعليقات. كان معكم صديقكم مفتاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.